السلام عليكم. لماذا يكرهون ذو الفقار المغربي؟ هذا الفيديو مخطط له لأكثر من 3 أشهر، لكن حرصت أنه أطلع بأجمل حلة ممكنة، فتواصلت وي معلق صوتي، وبعدها تواصلت وي مونيتير للمونتاج، وأخيرا تواصلت أيضا وي مصمم للصورة المصغرة حتى أقدر أطلع فيديو يليق بهذا الشبل الحيدري. لماذا يكرهون ذو الفقار المغربي؟ قبل أكثر من 4 سنوات ظهر شاب مغربي يرتدي قناعا، رفع شعارا: نحن المتشيعون، نحن لا نسامح، نحن لا ننسى، فقط ترقبونا. ومرة أخرى: لا تلعب مع تاج رأسك المتشيع، فنحن المتشيعون، نحن لا نسامح، نحن لا ننسى، فقط ترقبونا. فتم مواجهته بالاستهزاء وتحت دعوة: ما الذي سيأتي به ذو الفقار المقنع؟ ما فائدة ذو الفقار المغربي؟ بماذا سيأتي من جديد؟ تذكروا هذه الكلمة جيدا، فلنا عودة لها. مرت الأيام تلو الأيام، واستمر هذا المقنع بتنزيل صواعق حيدرية هدمت دين الكفر والنفاق، وما زال القوم نيام لا يعطونه قدرا من الأهمية. ظن منهم أنهم مجرد شاب متحمس فقط، لم يدركوا أن هذا الشخص هو صاحب قضية ومبدأ وصاحب دين، وسيستمر بهذا النهج حتى لو قدم كل ما يملك. واستمر الفتى الرافضي بالتقدم بكل ثقة، بكل إصرار على هدم السقيفة وإعلاء دين محمد وآل محمد عليهم السلام الذي طمسه أهل الغدر والضلال، ولا زالوا يتجاهلونه. لكن هذه المرة مع الكثير من الحذر، لأن سفينته بدأت تحمل المتشيعين ومن أغلب الدول العربية. لذلك وبعد فترة بدأت أصوات النشاز ترد عليه، ألم يقولوا أنهم لن يردوا على المقنع؟ فماذا جرى؟ بدأ هذا المقنع يملأ قلوبهم خوفا وحرجا وربكة، فكلما ذكر ذو الفقار انهالت الأصوات وبدأ الصراخ. ليس هذا فقط، بل تطور الأمر ليصل إلى السب واللعن في شخصه، وهذا بالتأكيد دليل على أن ما يقدمه من براهين بدأت توجعهم، فالتجأوا إلى المحاولات الفاشلة بالرد عليه. فكرة في شاب وفي دجال شيعي رافضي 12 مغربي اسمه ذو الفقار. حتى خططوا للإبلاغ على قناته، ولكن كان ذلك دعما له لم يتوقعوا. وهو ثابت شامخ واثق بما يقدمه، يدعو المسلم إلى الإيمان الحقيقي، إلى اتباع العترة الطاهرة عليهم السلام. وبعدها وصل بهم الحال إلى أن يهددوه بهدر دمه علنا، زعما منهم أنه يطعن بعرض النبي. والله أنا أقول لكم، لو الأمر بيدي، لو الأمر بيدي وأنا مثلا يعني قائد ولا هذا، لأهدر دمهم هذول الأنجاس. وكذبوا، فالشاب يقرأ ما روته كتبهم ويستدل بأصح المصادر لديهم، فلا يتكلم إلا بعرض المصادر، ويترك الحكم للمشاهد. من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يتكلم بلغة القرآن الكريم، كيف لا وهو من أتباع أهل البيت عليهم السلام. ولأنه يعرف كيف يرد على جميع الأساليب، فيربي قليل الأدب ويحاور ما يجد في كلامه ولو منطقا بسيط أو أخلاقا تؤهله لخوض النقاش، ويترفع للرد على أساليب الإرهابيين الذين يهدرون دمه. لاقى تفاعلا كبيرا واستحسانا من جميع المذاهب، لا وحتى الأديان الأخرى. ما استطاعوا يردون على ذو الفقار المغربي، وله مني خالص الاحترام، إن كان هو شيعي وأنا سني، في الأخير نحن نلتزم بقول الله: وإذا قلتم فاعدلوا هو أقرب للتقوى، أي من التقوى، فنحن نقول العدل. رجل باحث، رجل مجتهد، رجل له تأثير، إن أخطأ فهو بشر، وإن عارضناه في بعض الأقوال، لكن
تكذبون ثم يرد عليكم ثم يتشيع الناس وأنتم تظنون أنكم تنصرون السنة. واستمر ذو الفقار بشعاره الرنان: نحن لا نسامح، نحن لا ننسى، فقد سرقبونا. هنا وفي هذه اللحظة بدأت أصوات النشاز تكثر، وصاحب القناع أصبح الخطر الأبرز على البدع الوهابية، لأنهم لمسوا خطورة ما جاء به المقنع. على الصعيد العلمي هو شررة متلهفة لحرق الشبهات، وعلى الصعيد الفني وطريقته المذهلة التي يتبعها في فن المونتاج والمحاكاة المسرحية أيضا كانت في أبهى صورها. فأصبح هذا الشاب الكريم الصادق الطيب المبارك فخرا وعزا للشيعة بشهادة كثير من المشايخ والمحاورين. هذا الفقار المغربي من رجل تشيع، شوف اليوم فاتح جبهة، اليوم الوهابية يهابوه، شوف التوفيق. الفقار المغربي هو واحد شاب طبعا يلبس قناع لأسباب نحن نعرفها، لأنه إذا كان ما يلبس القناع أكيد يقتل، يعني يصفى. قناة الأستاذ ذو الفقار المغربي الشيعي، هذا الرجل دائما يناظر النواصب، يفحمهم ويقطع أنفاسهم، فجزاه الله عن آل محمد خير جزاء المحسنين. يعني أتمنى أنه نتابع ذو الفقار المغربي، هذا الإنسان الراقي يعتمد على المصادر حين يحاجج الآخر، يعتمد على المصادر الموثوقة. تعهد الشبل الحيدري بفضح أولئك الذين كانوا يكذبون ولا زالوا بسبب تضليلهم على الناس، فكان رجلا قولا وفعلا، وفعل ما لم يفعله شيعي من قبل، دخل الميادين الوهابية وجعلهم كالغبار المنتثر أمامه، وأسقط كبارهم وترفع عن صغارهم وفضح جهالهم. فكان النصر حليفه، انتصر بغيرته، صدقه، إيمانه، شجاعته، إخلاصه، ثقته بنفسه ودينه، وحب آل محمد دافعه الأول نحو نور الحقيقة. كما قلنا سابقا بدأت أصوات النشاز تكثر بالرد عليه، وسأتناول ثلاث شخصيات وهابية منها قامت بالرد على ذو الفقار المغربي، فتم تدميرهم علنيا لدرجة أنهم فقدوا قيمتهم أمام أتباعهم قبل خصومهم. الأول هو رامي عيسى، والثاني وليد إسماعيل، والثالث محمد صابر. وعندما نذكر هذه الأسماء يجب أن نتذكر عنوان التقرير جيدا: لماذا يكرهون ذو الفقار المغربي؟ وهنا يأتي الجواب، لأنه بيّن تدليسهم وكذبهم وبهتانهم على الشيعة بطريقة واضحة لا تدعو إلى الشك أو الريبة. دعونا نبدأ برامي عيسى الذي التصق به لقب شيخ الحمامات وأصبح كالقلادة في جيد الفتاة. شيخ الحمامات أصبح مرادفة لاسمه بعدما قام ذو الفقار بتوضيح الصور ومقاطع الفيديو التي نشرتها سراب على الإنترنت، وأثبتت بالدليل والبرهان أنها تعود إليه. وبذلك أثبت أيضا أن رامي عيسى ما هو إلا شخص دموي استخدم الدين للتسلق على رقاب الناس، وهو سلوك يمارس الأمور اللا إخلاقية في الخفاء مع حبيبته سراب، ولا أعلم كم غيرها. أما الثاني فهو وليد إسماعيل الذي تلقى درسا لن ينساه في الحادثة المشهورة بتزوير الإيميلات في شهر رمضان الكريم. سأريكم ماذا فعل هذا الكذاب وكيف زور الإيميل. كان يظن أنه سيخدعني. تلعب مع عم ذو الفقار. وكالعادة أصبح هذا اللقب ملاصقا له، وأصبح يمثل له حالة نفسية كبيرة جدا. قام ذو الفقار بكشف كذب وليد إسماعيل في شهر رمضان عندما زور الإيميلات ونسب البلاغ إلى ذو الفقار وإلى الشيعة. ولا داعي للإطالة، فهذه حادثة أصبحت أشهر من نار على علام. أما الأخير فهو محمد صابر، وهذا كان له أيضا نصيب في إلصاق الألقاب، فكان أبو صابر اللقب الذي يليق بصبي دولار حليق اللحية محمد صابر.
قد يسألون البعض عن أبرز مقاطع أبو صابر التي كشفها ذو الفقار، وسأقول كلها بارزة، لأن محمد صابر جميع مقاطعه فضائح. لكن سأسلط الضوء في هذا التقرير على افتراء الأخير على السيد السيستاني حفظه الله، وبين الصور المزورة التي أراد من خلالها محمد صابر إثبات أن السيد فارق الحياة ولا وجود له حاليا، وإنه تمثال شمع. يأتي ذو الفقار ويبطل هذا الادعاء ويثبت أن الصور مفبركة. المرجع السيستاني، نشوف الصورة مع حضرتك وباقي الصور. الآن دققوا معي جيدا، سأثبت لكم أن هؤلاء دجاجلة صهاينة من الطراز الأول، وسأثبت لكم بالدليل القطعي كيف أنهم يكذبون على القطع الذي يصفقون لهم ويضحكون على عقولهم. دعونا نكمل المقطع ونرى صورة السيستاني مع صدام. هي دي صورة مع الرئيس صدام حسين. السيستاني كان عنده 80 سنة، المفروض أنه هو سنة 85. هذه الصورة أستاذ حمزة، شاهدت معي هذه الصورة، يدعي أنها للسيد السيستاني مع صدام. وأنا أقول لأبو صابر، أنا أعلم أنك لا تستحي من الكذب، ولكن على الأقل احترم عقول القطيع أتباعك. أولا يا كذاب، هذه الصورة التي أتيت بها للسيد السيستاني مع صدام، هذه الصورة مزورة فوتوشوب، والذي في الصورة ليس سيد السيستاني بل هو السيد الخوئي حين أتى به صدام إلى قصره في عام 1991، وهذه هي الصورة الحقيقية كما تشاهدون. هنا يظهر السيد الخوئي أمام صدام. أما الصورة الأخرى التي يقول أبو صابر أنها لسيد السيستاني فهي فوتوشوب غير حقيقية، لأنهم أخذوا وجه السيد السيستاني من هذه الصورة التي ترون أمامكم ووضعوها في صورة السيد الخوئي. وأنت يا كذاب يا دجال تقول يعني صور، يعني هي عبارة عن صورة للسيستاني مع الرئيس صدام حسين رحمة الله عليه، وطبعا هذه الصورة لا يكذبون فيها ولا تفبرك ولا يكون فيها فوتوشوب، لأن هي أمام الرئيس مباشرة. وبذلك حطمه بضربة حيدرية لا تسر العدو ولا الصديق ولا حتى المجوس أبناء عمومة محمد صابر. قد يسأل البعض، لماذا لم تذكر الردود العلمية واكتفيت بعرض أفعال رامي عيسى الجنسية وتزوير وليد وكذب محمد صابر؟ والجواب، لو كان هذا المقال لردود ذي الفقار العلمية سيكون التقرير مستمر إلى أسبوع كامل. لذلك حاولت الاختصار قدر المستطاع للإجابة على السؤال، لماذا يكرهون ذي الفقار المغربي؟ الجواب، لأنه دمرهم نفسيا وبين فضائحهم أمام أتباعهم. بكل بساطة هذا هو الجواب، لأنهم وإن حاولوا تبرير ما يقومون به هو دفاع للدين وإنصانا للصحابة، فتكذبهم ملامح وجوههم بأنهم مدمرين نفسيا، وما يقومون به ما هو إلا محاولة للتخلص من الحالة النفسية التي ألحقها بهم الفيروس الشيعي ذو الفقار. أخيرا وليس آخرا، في هذه الدنيا ربح وخسارة، إلا آل محمد هم الفوز لا خسارة فيهم، إنه الفوز العظيم ولو كان الطريق ملئا بالأشواك، ولكن بإيمانك سوف تعلم أن ما ينتظرك هو الفوز الذي لا خسارة بعده. وآخرا نختم بشعار ذو الفقار المغربي، نحن لا نسامح، نحن لا ننسى، فقد ترقبونا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.